ومعنا الآن عبر الهاتف من اسطنبول حاتم الفلاحي، خبير أمني وعسكري. سيد الفلاحي، تغول الميليشيات على حساب المؤسسة العسكرية، هل ينذر بأزمة بين القائمين على إدارة الملف الأمني في العراق؟ لا أعتقد بأنه ستنذر بأزمة في هذه المسألة، لأنه أعتقد أنه المسيطر الفعلي الآن على الوضع الأمني في العراق هي الميليشيات. وقد قلنا سابقا بأنه الميليشيات الآن هي دولة داخل الدولة، وبالتالي ما وصلت إليه الميليشيات الآن من سيطرة على مؤسسة الدولة بشكل كامل، ومن تصريحات تطلق من قبل قيادات الميليشيات لا تردع من قبل الدولة ولا تردع من قبل البرلمان، وإنما على العكس يتم التعامل مع هذه التصريحات بشكل اعتيادي، يعني وكأنما شيئا لم يكن، أو كأنما هم الذين يسيرون الدولة وليس الدولة هي التي تسير هذه الميليشيات. وبالتالي مسألة طبيعية بأنه تصل الميليشيات إلى ما وصلت إليه، لأنه الدور الذي تقوم به الميليشيات الآن لا يخفى على أحد في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في 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 مناطق أخرى من النزاع يعني. فلذلك أنا أعتقد بها أن هذا الأمر يجري بتواطؤ أمريكي إيراني بشكل كبير جدا، لأنه عندما منعت أمريكا السلاح عن المعارضة السورية يعطي رسالة واضحة بأن أمريكا تستطيع أن توقف تمدد هذه الميليشيات سواء كانت في سوريا أو في اليمن أو في العراق. السؤال الآن عن التمدد في باتجاه اليمن سيد الفلاحي، وباتفاق أمريكي إيراني في هذه المسألة. نعم. مسألة تغول الميليشيات الآن في العراق هو يجري تحت أنظار السفير الأمريكي في العراق وبإشراف السفير الإيراني. نعم. التغول أو الاتجاه وعبور الدولة باتجاه اليمن بعد سوريا، إلى أي مدى سيحرج الحكومة العراقية ومع الإجماع العربي باتجاه الدولة اليمنية، باتجاه الرئيس الشرعي لليمن، وهم سيدعمون الجانب الآخر؟ لا، أنا أعتقد بأنه الحكومة العراقية هي فاقدة للقرار تماما يعني، وعلى العرب أن يدركوا لأن الحكومة العراقية هي عبارة عن دمى يحركها السفير الإيراني والسفير الأمريكي، وما يجري الآن من تجاوزات باتجاه الدول العربية هو بإشراف أمريكي في هذه المسألة. يجب أن يفهم العرب بأن المشروع القادم هو مشروع مصالح أمريكية إيرانية في المنطقة، ويجب أن يتعامل العرب على هذا الأساس، ويجب أن تكون لديهم مشروع أمني للحفاظ على بلدانهم بالفترة المقبلة. ما يجري الآن من تخطيط ومن ترتيب جميعه مدروس، والأسلحة التي تصل إلى اليمن تصل بإشراف كامل لإيران لهذه المسألة وبدون رادع، لا من قبل أمريكا ولا من قبل المجتمع الدولي. القرارات التي تصدر باتجاه الأمن اليمن لا تنفذ من قبل مجلس الأمن، ولكنها تنفذ في بلدان أخرى. لو عدنا إلى الميليشيات في العراق، إلى أي مدى هي قادرة أن تتوسع في الداخل وأيضا أن تشارك خارجيا؟ الآن تشارك الميليشيات العراقية، تشارك في سوريا ميليشيا النجباء وميليشيات أبو الفضل العباس وغيرها وغيرها، جميعها مشاركة الآن في سوريا. والآن أنا متأكد من أنه في مسألة اليمن المسألة مسألة وقت يعني، وسنرى بأن هناك ميليشيات عراقية تقاتل في اليمن. أضف إلى هذا بأنه الميليشيات اليوم يصرح العامري يقول بأننا سنشارك في معارك الموصل بشاء من شاء وأبى من أبى، وهذا هو القرار الرسمي للميليشيات، وهذا هو الذي سوف ينفذ يعني، شاءت الدولة أم رفضت الدولة. نعم. وافقوا المجلس المحلي لمدينة الموصل أو لم يوافق، القرار بيد الميليشيات ليس بيد الدولة، وبالتالي أنا أعتقد أنه الذي يدير الوضع الأمني والعسكري في العراق هو الميليشيات. نعم، حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لك.